خصوصا ما تواجهه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة والحساسية وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية الفلسطينية. نخلط طينة نعمل حمام مية بحرنا بير متر وبدنا نعمل حمام. بقولنا اطلعوا من غزة، طلعنا من غزة، طلعنا من غزة احنا اولادنا، والله ما عرفنا، ما اخذنا حاجة معنا، ما صدقنا نطلع ونشترط، بس بدنا الاولاد يعيشوا، بدناش اكثر، وطلعنا زي ما احنا باوعينا، ما اخذناش معنا ولا حاجة. كما أكدت وأكدت أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، وأكدت في هذا الصدد أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه